احنا لو عدنا دولة وتقبل هذا الحج احنا نكتسبه. اليوم صار لنا تقريبا 50 سنة بهذا السوق، لازم لنا تقاعد النجيل. احنا مو بنات، لازم سبب شنو ناس حرامية يبكون مالاتنا ما يبكون. ليش احسن من عدنا الخليج؟ احسن من عدنا هاي الدول دائما دائما مو احسن من عدنا زراعتنا صناعتنا وكل شيء عدنا. والله اتوقع بالعراق يعني من اسوء لا اسوء، والله يعني ماكو شيء بالعراق اسمه زين، ودولتك كامله ماكو شيء قدمت للمواطن شيء مفيد ابدا. كل مستقبل ما بي يعني هسه واحد لو عنده امكانيه يطلع يعيش يعني خارج بلد العراق افضل من السماء القاع. تدار الدولة العراقية للأسف بنسخة التفاهمات السياسية والمحاصصة، وبالتالي هذه التفاهمات تبتعد علميا على رسم السياسة المالية والاقتصادية التي تحاول بعض القوى السياسية السيطرة على المشهد التنفيذي أو المشهد التشريعي. بالتأكيد سيذهب بنا إلى يعني إلى الرداءة في الوضع الاقتصادي للعائلة العراقية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها العائلة العراقية من ظروف اقتصادية حادة وارتفاع نسبة البطالة على مستوى عالي من الجمهور العراقي. الشباب يشكلون نسبة كبيرة والنشطون اقتصاديا يشكلون النسبة الأكبر بالتأكيد. هذه التوجه هو كيفية استيعاب هؤلاء الشباب من خلال توفير فرص عمل. توفير فرص العمل يحتاج إلى خلق شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، واليوم حقيقة فعلا لدينا يعني توجهات مهمة وخطوات يعني جريئة باتجاه تطوير القطاع الخاص وتمكينه، وبالتالي يكون شريك للقطاع الحكومي والقطاع العام في توليد فرص العمل.